سؤال: ما حكم وضع المصحف في السيارة من أجل التبرك والحصن من العين، وأيضا خشية أن تصدم؟ وأنا يسوق لي سوقي لم تبوي بيبود بولا الإهلام هنام بقرآن أمبي البوغة تيت لسمع يا أبو باركني القرآن يا نبام القرآن بركة ما تلسمع يا نبام قود ميين وين بوتو توري جيتم طواغا ma yinna me nga yehda ya yihanin alqur'ana wana msona lo pore yina pa ma gudu me yi wala mo aksira ramba saqra suqdam ti wala li hilam hanin alqur'ana ammi mobil poa tanni ya woto bodi wana wana qur'ana na ni mobil poa tanni wa ni kai sa yinga abude wana wana te morana leke lena mora pe wana so yone yete bo hukmu wad'u almushaf fi sayyara تدبانتي على القرآن لهلام ولك القرآن نين موبيل بوغا تيتو لسمايا ما نيا ويا دفع للعين يا هندتن تو هم وين زانغ مينغ جيتم تو أينغ أو توقيا للخطر ما يهنين القرآن موبيل بوغا ياتي قرآن ناي سبب تيين لا زوين زان وينغ تدبانتي وانا يبو منين هي بدعا وينام دينا بوغا بلا صحاب سا وينام يال بيبينغ ورغم بي ني بزار القران انتو وين زار دو مي ما بروتيج دو زار القران بروتيج دو مي يد ولا يتم تو ايغي واذا كان بدعه تهمك متي وتو يا بدعه ليك القران نين موبيل بوغا تفوتو دسما يا بارك بوبو ما يا وين توسو نينغا همك متي وانا توم كان يا بدعه يا بيت بان تنبي عليه الصلاه والسلام يلا بحديث ما نبوغا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تربان تبدعو بدا فاجر منانغو منانغو منان فاجر مي هذا باس غي بوم بوغا تي سوكر كان بود سوكر شيخ محمد بن عثيمين ونام يرسو بيينغ تي مرا يتي مي تربان تي يل كيسا بدا رم هي بدا پالا يا بدا رم هم پتارين يغري ونام دينا بوغا لمرا لكري سوكر فسوكر سوكر نينغوا تميكم تيابا هم بولاني أبل بورتالي كوتوني كذلك بلو سوق الشيخ عبد العزيز بن باز وينام يلسو بيبينغا سوق كان سؤال التالي يعلق بعض الناس آيات قرآنية تي نميكم تنب ساندا غلوف دا قرآن آية ساندا ما حديث رام ساندا نا ساندا إنين بزاغا بوغا ما بنين بو ريبي زيني بوغا ما بنين بو مكتبا رام بو بلو رام بوغا ما بنين بو لغتي بوغا ما بكلني كرام بوغا تبوم غلوف دا بوغا يتتي ولا ونام آية رح يتتي وإذا مريض فهو يشفين أرما محان وابيبو أرصوبا وينام ما نوانا نقوت مام لافي نبي إبراهيم زي لغمده ولا آية كان بيل لسانا قلو دلمي إن يغن ولا لغتو ليلي وغير ذلك لازين هم ولا آية كان سبيل لي لا سوق سوق الشيخ بن باز فهل تعليق ذلك يعتبر من التمائم المنهي عنها شرعا تي الله بم قول ولا آية كان سبيل لي إن يغزين ساندا أبيل لي يا ولا ما بوا وقول سن يودي يغلوه منها تمي كم تين توم نين ونم دين هنجي تغي تيمي الحالة نما بو الحالة أي مربي تي سوقنا كي نطولي تي علم بأن مقصودهم استنزال بركات وطرد الشياطين تمي كم تي نين هم معنا وتنقول آيال يغلوه طول يرى ما زاكا أطول سما يا تينا يسبب تي البرك سيغي يند زيغا لا ديك شيطان يزيغا وقد يقصد من ذلك ايضا ساسانا متولا بام هنقول هروتو يا نوب زينسا تولو ماتو تي يا بو تذكير الناس يا بام دات مان وان تيغي نيم دوبا لا بام نيك دي يام يال يا دامبا تو بانغي ايرا هان توغل بوم نينغو وهل من التمائم وضع المصحف في السياره بحجه تبرك به وكذلك تبسو قدمتي سو قدك نينغا تاول لي سو قدم بعدي تي يالا تما بو ريك القران يغل موبيل بوغا نين موبيل بوغا تي بارك بوب يين يمي على حال يا وان وانا تي شيخ بن بازنا اللي سوقده سوق يني سوف اجلي تبين اذا كان المقصود بما ذكره السائل تي همك تي طول اسمع يقول القران ايار يا خلق تي ولا بوين سوقده سوق سوق نين وان طول اسمع يا ولا طول مسكانسي تي نبا ما بارك بوب يينغا
تذكرة الناس تانيبا تيان غلينغا وتعليم ما نبا ولي غلينغا ما ينفعهم تيابوم نفوه داتن تيانيبا يبوم هنا نافو با فلا حرج في ذلك تهمكم تتولس ما يعني بقى تيان غلينغا ما نبا ولي غلينغا تيال بابا بوغن يبوم نينغا جيدا غرحم بابا بوغن. أما إذا كان المقصود اعتبارها هلزا من الشياطين تأما يمهم قلها بطون يا غيزينسا همكم تيام تولوسما يقود مينغا يمنا فام قود مي يا شيطانا ما يمبام قود مي زين دمبا مرا يلم تبو فلا أعلم لهذا أصلا من بمي إلى كان يغرون دينا بوغي. وهكذا وضع المصحف السيارة كذلك يمو تغمن القرآن ناي يغلغي مبيلة بوغا تيابارك بوبينغ ني قرآن يغلغ ميهل بيوكو مبيلة بوغا ليس له أصل وليس بمشروع تربان تفتر يغلي ألم بيينين وين مدينة هنغان غي. أما إذا وضعه في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان لأما همك من تفوهن تنبو قرآن إنين فو مبيلة بوغا فتولس ما يفومي هاو من بام وقاتر مساندا بفوري كن كارم ننتين غد القرآن مبام ليسوم دي ما فو كارم دي فو ليك دان كارم ننبني سيهم بين فو مبيلة بوغا ميكم تي لكان يل بابا بوين وانا يل هي يل نيري وانا يل يا يل بام بيغدا يل كابا بوين والله ولي التوفيق وتلا مولا ليك سوقدا هان سوق بومنينو.